الأسر النازحة من منازلها تفترش الصحراء. الأطفال والنساء وكبار السن الجميع هنا يواجه البرد القارص ليلاً وحرارة الشمس الحارقة نهاراً في صحراء قاحلة لا مياه فيها ولا غذاء. موجة نزوح جديدة هذه المرة من مخيم الروض في قرية العمود الذي تعرض للقصف من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون. لا وجهة أمام هؤلاء النازحون سوى الصحراء، فافتراش الرمل هي أول ما يقوم به النازح هنا ليبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن مأوى أكثر أمانا. هربنا الأطفال والنساء بالليل ووصلنا إلى هنا ورحنا نبحث عن مكان نطرح أولادنا وأطفالنا فيه، وطرحناهم في ذاك الذا وأمسينا هناك في العراء بدون مأوى، فرشنا في التراب في الرملة هنا لحتى جاء الصباح ورحنا ذهبنا نبحث عن خيام وعن ما وعن، ولا زالت المعاناة قائمة موجودة الآن لنا تقريبا أسبوع هنا ولا زلنا نعاني. تذيق الخيارات على النازحين هنا، فليس أمامهم سوى التأقلم مع رمال الصحراء ومحاولة استخدام الممكن من الحطب والأخشاب لإرساء خيمة يستظلون بها في الوقت الذي اختفى فيه التدخل الإنساني العاجل للمنظمات المعنية وحل مكانها المجتمع المضيف الذي قدم للنازحين ما عجزت عنه المنظمات الدولية والمحلية، حيث وصل عدد النازحين إلى 18,000 نازح من مخيم واحد من أصل 65,000 شخص نزحوا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. هذا الموقع الذي الآن يستقبل أكثر من 15,000 إلى 18,000 نازح، ولا زالت فرقة تتبع النازحين الخاصة بالوحدة التنفيذية في الميدان لتسجيل أسر النازحة ورفعها إلى شركاء العمل الإنساني. النزوح وصل إلى أكثر من 65,000 نازح، ولا زال النزوح مستمر، ولا زالت فرقة تتبع النازحين متواجدة. أول تدخل حصل في هذه المواقع في استقبال النازحين سواء في مدينة الوادي مدينة المدينة في استقبال النازحين. التكافل المجتمعي هو أول تدخل، هو أول من ساعد الأسر وساعدها على تخفيف معاناة الأسر النازحة في محافظة مأرب. لم يصل أي تدخل، يعني الوحدة التنفيذية تقوم برصدهم وتسجيلهم لكن لم يصل أي تدخل، ومفترض أن هناك تدخلات طارئة. التدخل الطارئ هو يأتي عندما يصل النازح، مجرد ما يصل يتم التعاون معه بخيمة أو بمواد غذائية، هذا يسمى طارئ. تتسع مساحة النازحين يوما بعد آخر وتتفاقم معاناتهم بشكل أكبر، ما جعل حجم الاحتياجات الإنسانية أكبر من قدرة المنظمات على تغطيتها في ظل صمت مخجل للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية جراء القصف الممنهج والتهجير المستمر الذي يتعرض له النازحون والمدنيون في محافظة مأرب من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب.